السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت الخوت نهضر معكم شويه بخصوص هذا القانون اللي فرضته الدوله على جميع المشتريات من المواقع الالكترونيه الاجنبيه. فكيف ما كتعرفوا اي واحد ملي بشي هوايه زوينه، مثلا الفيتيتي، مثلا لابيش، مثلا السيرف، اي حاجه، فضروري كيحتاج شي ماتيريال اللي ما كاينش عندنا في البلاد وما كاينش اللي كيجيبو بتاتا. ما كاينش اللي كيجيبو، ماشي زعما كاين في المتاجر وحنا كنمشيو نجيبوه من مكان اخر خاص، لا ما كاينش اصلا. انا غنعطيكم مثال، مثلا بالفيتيتي مثلا كنحتاجو الزيت باش نديرو البرج الفران، كنحتاجو مثلا لي بلاكيت ديال الفران، الناس ديال الفوتوغرافي كيحتاجو مثلا لي فيلتر اللي كيلصقو قدام لا لونتي ديال الكاميرا، الان دي فيلترز، كيحتاجو لكارت ميموار، كيحتاجو ليكليراج، كيحتاجو لي ميكروفون. هادشي هذا كامل غادي نبداو نعانيو معاه في هاد البلاد هادي السعيده. علاش؟ باش شي واحد اخر، راكم عارفيني بلا ما نسميه، يحل المتجر ديالو شبيه بامازون، وهاد المتجر شبيه بامازون غيكون عامر بالشراوط، الماكياج وبالتخربيق، وحنا غادي نبقاو واحدين. لا حنا نقدو نشريو من هاد المتجر هذا، ولا حنا كنلقاو داكشي اللي عزيز علينا كاين هنا، ولا نقدر نكوموندوه من اونلاين، حيت غادي تزاد علينا واحد 60% 40% في البرودوي ديال 1000 درهم يولي مقيم عليك 1500 درهم ولا اكثر. راه ما يمكنش، راه ما غاديش تشريها اصلا. كيظهر ليا الخوت انا اللي ملي مشى رياضه يحيدها، صحاب السيرف يلعبوا داما، صحاب البيكالا يلعبوا البي في الزنقه. المهم نرجعوا لداكشي ديال 50 عام اللور، هادي الرياضات البلديين، البي، الجرا، حابة، نبداو نلعبو حابة واقيلة. هادشي اللي كيظهر ليا، الناس كتقدم وحنا رجعنا 50 عام اللور، ماشي 10 سنين، رجعنا 50 عام اللور. اللي ملي مشى رياضة غادي يحبسها، الناس غادي تولي تعاني. وإلا كان شي واحد اللي كاين محتكر السوق اصلا، ما كتلقاش كلشي، راه ما يمكنش واحد غادي ندخل غنبغي هاد النوع ديال البيكالا اكس، غنبغي ليها مثلا لاباط ديال الشونجمون ديالها، راه ما يمكنش تلقى عند هادشي كامل كاين عند كلشي. يعني الا كانت عنده زايبها ومخلص عليها الديوان، اصلا هو دابا بلا ديوانه داير لك الثمن في 4، بالديوانه غيدير لك الثمن في 10، بياسه ديال 100 درهم غيبيع لك هو ب 1000 درهم. يعني غادي نبقاو نعانيو، ما فهمتش. كنخلصوا الضريبه الحفاري في الزنقه، كنخلصوا لامبو سيغ لو روفوني ليير، الاف الدراهم الدرب ديالنا كله حفاري، في كي تمشي هاد الفلوس هادي. تيفيا برامج في الاذاعه ما كنتفرجوا فيهم ما والو، ما عارفينهم علاش كيديروا، ما عارفينش حتى واش عندنا اذاعات حنا ولا لا. والله ما عمري ما تفرجت لا في دوزام ولا في اولى ولا في حتى اذاعه، من غير لا كان شي ماتش مره في العام اللي كيكونوا ناقلين هما وعلى زين التعليق ديالهم. المهم وزيد وزيد وزيد. انا فهمت المشكل ديالهم هو انه عندهم مشكل مع الناس اللي كيكوموندو بزاف السلعه كل شهر، مع العلم ان المواطن المغربي عنده لا دوطاسيون محدوده في 1000 وفي 15000 درهم في العام، يعني كل عام عنده مليون ونص ما خصوش يفوتها في لي زاشا اونلاين سيغ انترنيت. كاين الناس اللي كتبيع وتشري وما دايره لا شركه لا والو، وكتكوموندي بلا كارت ديالها ولا كارت ديال مرتها ديال المدام ديالو ولا كارت ديال ولدو ديال ليه لا كارت ولا كارت ديال مو ديال ليها لا كارت، يعني عنده شي 20 كارطه، كل كارطه فيها مليون ونص، راه ولات عنده 50 مليون ديال العمولات كيدوزها في العام. وما عندهم مشكل مع هاد الناس هادو، ولكن حنا امباكتينا كاملين، حنا امباكتينا كاملين. يلقاو شي طريقه باش يتابعوا هاد الناس هادو، يعرفوا هاد لي كوموند اللي كيكومونديوهم اش كيديروا بهم، لا كديروا بهم بيع وشراء يخلصوا حتى هما لامبوسيغ لي غوفوني على الربح ديالهم. المهم حياتهم هذه كيلقاو طريقه، ولكن ما يمرزطونيش انا اللي كنكوموندي 50 درهم 100 درهم 500 درهم اسيدي في الشهر، ما يمرزطونيش انا في حياتي نبقى حابس نبغي بياسه ما نلقاهاش، راه لا يعقل هذا الشيء قسما بالله. المهم الخوت، كنتمنى هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه باش هاد لافورماسيون توصل، خصنا ضروري نوصلوا الصوت ديالنا. وما كرهناش اليوتيوبر الكبار، هاد لاشين هادي راه ما فيها والو، 7000 مشترك كي والو. اليوتيوبر الكبار اللي عندهم مئات الالاف ديال المشتركين هما اللي خصهم يدوفوا في هاد الموضوع، ويخليو عليهم ديك المواضيع التافهه هادي، الاجن نديرو رياكسيون على فلان هاد الشهر جدنا عيمه دارت صوبت شعرها، خليو عليا هاد الشيء دابا ودولنا في هاد الموضوع هذا. هاد الموضوع هذا مهم خصو يتناقش دابا تلقى ليه. يلا الخوت، ما نطولش عليكم، مع السلامه.